السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة إبداعات كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشرح لعبة بيكاتشو، والطريقة سهلة جدا وإن شاء الله تبقى تعملوها وتطلع حلوة معاكم. وأنا عملت اللعبة ديت بناء على طلب بنوتة بعتتلي الصورة بتاعتها، فأنا شرحتها لها وإن شاء الله تكون الطريقة سهلة. ويلا نبدأ نشتغل فيه. كده بعد ما خيطنا الخيوط الباقية زي ده اللي هنا الأسود والأصفر ونضفنا الشغل بالشكل ده، كده احنا خلصنا الودان اللي على الشمال هتبقى بالشكل ده من قدام، تداخل اسود مع الاصفر، وكده من ورا. هنبدأ دلوقتي نشتغل اخر صف في الراس، فهنخلي دلوقتي الودان اللي على الشمال عندنا بالجهة ديت في الشمال، وبعدين ناخد الشغل ونقلبه بالشكل ده. يعني اول حاجة خليت الودان اللي على الشمال هنا، وبعدين خدت الشغل كله وقلبته بالشكل ده، بالشكل ده كده. هبدأ دلوقتي ادخل في الغرزة التانية، يعني دي اول غرزة، فهدخل في الغرزة التانية من الودان. يعني لو شفتوا كده هنلاحظ ان انا سبت اول غرزة اللي هي ديت، دي اول غرزة سبتها ودخلت في التانية اللي هنا دي، دخلت فيها وهاخد اللون الأصفر وأدخله بالشكل ده، وأعمل سلسلة أثبت بيها الخيط. بعدين هدخل في نفس المكان اللي عملت فيه السلسلة، هدخل في نفس المكان وأشتغل غرزة حشو. دي اول غرزة حشو احسبها، وبعدين نكمل دي التانية ونشتغل 10 غرز حشو كده، 2 3 4 5 6 7 8 9، وآخر غرزة هدخل فيها وأعمل غرزة حشو. ونشوف كده فاضل قد إيه على نهاية الدور. هنيجي نعد 1 2، نيجي نعد كده 1 2 3 4 5 6 7، ودي اخر غرزة 8. كده بقى عندنا 8 غرز حشو. بعد ما خلصنا 10 الدور الاخير في الراس، كده نكون خلاص خلصنا. فنعمل سلسلة عشان ننهي الشغل بالشكل ده، ونقوم قاطعين الخيط وشدينه، كده نكون خلصنا. نبدأ دلوقتي نشتغل في الودان. بالنسبة للودان هيبقى نفس المكان، هندخل هنسيب دي كده 1، وندخل هنا في الغرزة التانية بالشكل ده، دي كده اول غرزة، هندخل في التانية برضو بالخيط الاصفر، اول حاجة قبل ما نبدأ في الودان عايزة انبه على حاجة، ان احنا اول حاجة كانت الودان ديت على الشمال بالشكل ده، واحنا قلبنا الشغل علشان نشتغل الدور ده، ويبقى الدور دوت للوجه الامامي بالنسبة لنا، يعني الغرز تبقى بشكلها الصحيح، علشان في الاخر بعد ما نخلص هيبقى ده الشكل النهائي للشغل. فعشان كده انا قلت لكم احنا كده خلصنا الودان وخليها على ناحية الشمال، وبعدين نقلب الشغل ونشتغل الدور ده علشان يبقى الدور ده في ناحيتنا احنا، وتبقى الغرز بالشكل الصحيح مش في ظهرها. يعني لو لاحظتوا شكل الغرز هنا وهنا كده من ورا، فعشان كده احنا خلينا الودان دي على الشمال، وبعدين قلبنا الشغل واشتغلنا الدور اللي هنا. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الودان التانية، هندخل في تاني غرزة، يعني دي اول غرزة هسيبها وادخل في تاني غرزة، ادخل فيها وادخل الخيط
وبعدين اعمل سلسلة وادخل في نفس المكان اللي انا عملت فيه السلسلة واشتغل غرزة حشو، وبعدين كمان تاني سلسلة كده، 2 3 4 5 6 وباقي عندي آخر غرزة اللي هي 7، هدخل فيها في آخر غرزة بالشكل ده، طبعا اخد الخيط ده معايا واعمل في آخر غرزة تزايد بالشكل ده كده، وفي الاخر هقص الخيط اللي هنا بعد ما ثبته. خلاص كفايه 8 غرز بثبته معايا، فاحنا هنا بقى هنبدأ الودان ب8 غرز زي ما بدأنا الودان اللي هنا ب8 غرز، فالودان دي كمان هنبدأها ب8 غرز. يعني لو جينا عدينا هنعد من هنا، مش هنعد السلسلة دي معانا، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 غرز حشو. هنبدأ في الدور اللي بعده، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل، وهنشتغل في الدور دوت كل غرز حشو، يعني هنشتغل الـ8 كلها مع بعض كده، 2 3 4 5 6 7، وآخر غرزة اللي هنا 8، وبعد كده هرتفع سلسلة بالشكل ده وأقلب الشغل، وبعد كده هشتغل تناقص في أول غرزتين، هشتغل تناقص بالشكل ده اهو كده تناقص، وبعدين هشتغل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، هيبقى عندي غرزة واحدة بس هدخل فيها واشتغل تزايد. يعني الدور ده كان عبارة عن ايه؟ كان اول غرزتين اشتغلنا فيهم تناقص، وبعدين اشتغلنا 5 غرز حشو، واخر غرزة اشتغلنا فيها تزايد تناقص، وبعدين 5 غرز حشو، واخر غرزة اشتغلنا فيها تزايد. هنبدأ في الدور اللي بعده، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل، هنشتغل اول حاجة هنعمل تزايد، تزايد في اول غرزة، بعدين هنشتغل 5 غرز حشو، 2 3 4 5، وبعد كده هشتغل في اخر غرزتين هشتغل فيهم تناقص، فالدور ده كان عبارة عن ايه؟ ان احنا اشتغلنا اول غرزة عملنا فيها تزايد، وبعدين اشتغلنا 5 غرز حشو، واخر غرزتين اشتغلت فيهم تناقص بالشكل ده، اول تزايد وبعدين 5 غرز حشو وبعدين تناقص. اعمل الدور اللي بعده، هرتفع سلسلة واشتغل تناقص في اول غرزتين، اشتغل كده تناقص، وبعدين هكمل الدور، 1 2 3 4 5، واخر غرزة كده 6، يعني اشتغلت تناقص وبعدين 6 غرز حشو تناقص، وبعدين 6 غرز حشو. هبدأ دلوقتي اغير الالوان، احط الاسود مع الابيض، فهرتفع اول حاجة سلسلة ويقلب الشغل بالشكل ده تمام، وبعدين ادخل في اول غرزة هعملها باللون الاسود، يعني هدخل كده
الشكل ده، واخد اللون الاسود واعمل بيه غرزة حشو الشكل ده، هعمل غرزة حشو كده باللون الاسود، واقوم قصة الخيط الاصفر واربط الجهتين مع بعض، اربط الفتلتين مع بعض الشكل ده، اربطهم جامد. وبعد كده هقوم مغيره اللون وادخل في نفس المكان اللي فيه الغرزه السوداء، في نفس المكان في نفس المكان، واخد كمان مره تاني الخيط الاصفر عشان بس ما نتلخبطش كده اهو، دي بتاعه الراس. هاخد كمان الخيط الاصفر وادخله، وبعدين اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. بقى انا اشتغلت في اول غرزة تزايد، واحدة باللون الاسود وواحدة باللون الابيض. هقوم بقى دلوقتي قصة الخيط الاسود وربطاه مع الخيط الاصفر بالشكل ده، ربطة جامد، ومكملة الدور عادي، بس اخد معايا الخيط الاصفر لاني هكمل الشغل اصفر فهاخده معايا مش مشكلة. واشتغل دلوقتي 6 غرز، ادي كده 1، وبعدين كده 2 3 4 5 6. فالدور ده كان عبارة عن ايه؟ كان اول حاجة عشان يبقى باين، اول حاجة اشتغلنا تزايد، واحدة باللون الاسود وواحدة باللون الاصفر، وبعدين اشتغلنا 6 غرز حشو كده، اول حاجة تزايد وبعدين 6 غرز حشو. هنبدأ دلوقتي في الدور اللي بعده، هنرتفع السلسلة، ولو عدد الادوار هنا لو بدأنا نعد من البداية من هنا لغاية هنا، هيبقى اللي احنا هندخل فيه ده الدور 52. يعني احنا دلوقتي هنبدأ في الدور 52، هنشتغل اول حاجة عمود بلفة في اول غرزة، هنشتغل فيها عمود بلفة تقريبا، احنا بنكرر نفس الخطوات اللي هنا بس بنعكس، بحيث ان احنا نخلي التزايدات في الناحية ديت والتناقصات هنا نفس الطريقة بالظبط. اول حاجة في اول غرزة هنشتغل فيها عمود بلفة، وبعدين اعمل 4 غرز حشو، 2 كده 3 وبعدين 4، وهغير دلوقتي اللون هخليه للون الاسود، هدخل في الغرزة اللي بعدها وادخل الاسود واشتغل غرزة حشو، وكمان في اخر غرزة دخل الاسود معايا. اول حاجة بس اقص الاصفر واربط الفتلتين مع بعض بالشكل ده، وطبعا اللي هاخده معايا هو اللون الاسود، اما الاصفر هسيبه علشان انا دلوقتي بشتغل في اسود. واشتغل غرزة الحشو كده، اشتغلت غرزتين حشو، باقي عندي اخر غرزة هدخل فيها واشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده، واقوم قصة الباقي اللي هو اللي انا كنت باخده معايا، واتبقى دلوقتي في اخر الدور بالشكل ده، اقوم قصة الخيط. فالدور ده كان اول حاجة اشتغلنا غرزة عمود بلفة باللون الاصفر هنا، وبعدين عملنا 1 2 3 4 4 غرز باللون الاصفر، واشتغلنا غرزتين باللون الاسود، دي 1 دي 1 ودي 2. يعني اول حاجة عمود بلفة، وبعدين 4 غرز باللون الاصفر، وبعدين غرزتين باللون الاسود. هنبدأ دلوقتي في الدور 53، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل بالشكل ده، وبعدين نشتغل غرزتين باللون الاسود
غرزتين حشو كده، واحد واتنين كلهم باللون الاسود، غرزتين حشو. وهنبدأ في الغرزة التالتة، هندخل ونغير اللون للأصفر، هندخل كده بالإبرة في الغرزة وبعدين ناخد اللون الأصفر وندخله بالشكل ده، نطلعه كده ونسيب فتلة علشان نربطها في الآخر مع فتلة الأسود، نقوم قصين الأسود وربطين الفتلتين كده. واللي هناخده معانا هي الفتلة الصفرة، وهنشتغل ثلاث غرز لا كده. بعد ما دخلنا وربطنا الفتلتين مع بعض هنقوم لفين لفة وطالعين من الحلقتين كده، عملنا غرزة باللون الأصفر. بعد كده هنشتغل غرزة كمان باللون الأصفر كده، اتنين وبعدين تلاتة أربعة خمسة قبل ما نشتغل الخمسة ديت هندخل في آخر غرزتين. يعني احنا دلوقتي دخلنا باللون الأصفر واشتغلنا واحد اتنين تلاتة أربعة، اشتغلنا أربع غرز باللون الأصفر. بعد كده آخر غرزتين هنشتغل فيهم تناقص بس بعمود بلفة، فهنلف كده ونشتغل التناقص، نطلع من حلقتين وبعدين نلف، نطلع من حلقة وبعدين نطلع منهم كلهم بالشكل ده. فاحنا اول حاجة اشتغلنا غرزتين باللون الاسود وبعدين غيرنا اللون، عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع غرز حشو، وبعدين اخر حاجة اشتغلنا تناقص بعمود بلفة كده. الدور 53، غرزتين باللون الاسود واربعة حشو باللون الاصفر وبعدين تناقص بعمود بلفة برضو باللون الاصفر. هنبدأ دلوقتي في الدور 54، هنعمل اول حاجة سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في اول غرزة تناقص، هندخل في اول غرزة ونشتغل تناقص بغرزة الحشو. بعد التناقص هنشتغل غرزتين باللون الاصفر، غرزتين حشو، وبعد كده هنغير اللون للون الاسود. يعني في بداية الدور 54 اشتغلنا اول حاجة تناقص وبعدين اشتغلنا غرزتين حشو، بعد كده هنغير اللون للاسود. فهندخل في الغرزة اللي بعدها كده وناخد الاسود بالشكل ده، ونقوم قصين الخيط الاصفر وربطين الفتلتين مع بعض. وناخد طبعا الفتلة السوداء معانا وبعدين نلف ونطلع من حلقتين. فاحنا اول حاجة اشتغلنا تناقص بغرزة الحشو وبعدين غرزتين حشو باللون الاصفر، وبعدين اشتغلنا غرزة باللون الاسود. بعد كده هنشتغل كمان غرزة باللون الاسود، واخر غرزة هنشتغل فيها تزايد. هندخل في اخر غرزة نشتغل فيها تزايد فالدور ده كان عبارة ان احنا اشتغلنا تناقص وبعدين غرزتين حشو وبعدين غيرنا اللون، عملنا غرزتين برضو باللون الاسود، واخر غرزة اشتغلنا فيها تزايد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن يكون الاسود مش باين قوي في الكاميرا، فكده غرزتين حشو وبعدين اخر حاجة اشتغلنا فيها تزايد. هنبدأ في الدور 55، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في اول غرزة عمود بلفة بالشكل ده، عمود بلفة باللون الاسود، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو ادي كده، واحد
وكده اتنين غرزتين حشو، وبعد كده هنشتغل كمان غرزة حشو وهندخل في نفس المكان ونعمل كمان غرزة حشو، يعني كده تزايد. أول حاجة تزايد، غرزتين حشو تزايد، في الغرزة اللي بعدها هنغير اللون، يعني هندخل في الغرزة كده ونقوم واخدين اللون الأصفر وعاملين منحنى وندخله بالشكل ده. طبعا نقوم رابطين آخر فتلتين اللون الأسود والأصفر، واللي احنا هناخده معانا هو اللون الأصفر. بعد كده مش هنخلص غرزة الحشو، مش هننهيها، هندخل في اللي بعدها علشان هنعمل تناقص، ونلف ونطلع من حلقة، وبعدين نلف ونطلع من الثلاث حلقات مع بعض، وبعد كده هنشتغل كمان تناقص. الشكل ده هنبدأ في الدور 56، هنعمل سلسلة ونقلب الشغل. هنبدأ دلوقتي خلاص نعمل كله اسود، فهندخل في اول غرزة ونغير اللون للاسود بالشكل ده، ونقص الاصفر وناخد الخيط الاسود معانا. نخلص الغرزة للنهاية، وبعد كده هنشتغل تناقص بغرزة الحشو، وهنكمل كل الدور غرز حشو باللون الأسود كده غرزة، وبعدين كده اتنين، وبعدين هنشتغل تناقص وآخر غرزة هنشتغلها غرزة حشو واحدة. هنبدأ في الدور 57، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في أول غرزة هنعمل فيها تزايد، ندخل في اول غرزة ونشتغل فيها تزايد كده، وبعدين هنكمل نشتغل غرزة حشو كده اتنين تلاتة، وبعدين نقوم شغالين تناقص في اخر غرزتين من الدور بالشكل ده. الدور 58 هنقلب الشغل وهنشتغل اول غرزة فيها تناقص، اول غرزتين كده هنعمل فيهم تناقص، وبعدين هنشتغل كمان تناقص، واخر غرزة هنشتغل فيها غرزة حشو عادي كده. نكون خلصنا الودان، نقوم عاملين سلسلة وشدين الخيط كده وقاطعينه كده. بعد ما نضفت الخيوط هيبقى عندنا الودان بالشكل ده. ولو قلبناه برضو هيبقى بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الخدود. الخدود سهلة جدا، عبارة عن دايرة ودورين بس، فانا هشرح لكم واحدة واحنا هنكررها مرتين علشان نعمل خدين. هنبدأ اول حاجة بالخيط الاحمر او وردي، ونعمل عودة البداية. هنشتغل بنفس مقاس الابرة اللي اشتغلنا بيها الجسم، فهنعمل عودة البداية وبعدين نشتغل سلسلتين وندخل في السلسلة التانية ونشتغل فيها 6 غرز حشو
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بالشكل ده، وبعدين نقوم معلمين آخر غرزة، الغرزة السادسة، وهنشتغل بعد كده غرز حشو تزايد بغرزة النص عمود. فهندخل في كل غرزة من الغرز الستة، يعني هدخل في أول غرزة دي وأشتغل فيها تزايد بغرزة النص عمود، وأكمل تزايد في كل الستة. هيبقى عندي 12 غرزة في الآخر، 12 غرزة نص عمود، 12 غرزة نص عمود. ممكن انت في الآخر تزودي عدد الأدوار لو حسيتي ان الدايرة صغيرة، فده طبعا بيرجع لسمك الخيط اللي انت بتستخدميه والإبرة كمان اللي انت بتستخدميها. كده خلصت الدايرة، حطي العلامة في آخر غرزة كده. لو انت حسيتي ان الدايرة دي مناسبة علشان تبقى الخدود بتاعة اللعبة او انك تكبريها، فهنكبرها ان احنا برضو هنشتغل بغرز نص عمود. هندخل في اول غرزة نشتغل فيها عمود بلفة نص عمود، والغرزة التانية هنشتغل فيها تزايد بغرزة النص عمود، فدي كأنها دايرة عادية بنفس النمط اللي بنمشي بيه في الدوائر كلها. أول غرزة هنشتغل نص عمود وبعدين تزايد، ونكمل بنفس النمط نص عمود وبعدين تزايد. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الإيدين. أنا عملت الإيد الأولى بالشكل ده، ودي الرجل شكل ده هنا. فهنبدأ أول حاجة نشتغل في الإيد، نعمل عودة البداية ونعمل أول حاجة 6 سلاسل، 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا 6 سلاسل. هنبدأ نشتغل في السلسلة الثانية ونشتغل فيها غرزة حشو، ونكمل لنهاية السلاسل كده، 2 3 4 5. كده اشتغلنا 5 سلاسل. هنبدأ في الدور اللي بعده نرتفع سلسلة ونقلب الشغل، وهنشتغل في اول غرزتين هنعمل فيهم تناقص، وبعدين غرزتين حشو كده، 1 2. وبعدين هنشتغل في اخر غرزة تزايد، فالدور التاني دوت كان عبارة عن ان احنا اشتغلنا في اول غرزتين عملنا فيهم تناقص، وبعدين اشتغلنا غرزتين حشو، واخر غرزة عملنا فيها تزايد. هنبدأ في الدور التالت هنشتغل في اول غرزة هنعمل فيها تزايد، اول غرزة هنشتغل فيها تزايد، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو، 1 2. وبعدين اخر غرزتين هنشتغل فيهم تناقص بالشكل ده، اول حاجة عملنا تزايد وبعدين غرزتين حشو، واخر غرزتين عملنا فيهم تناقص. نبدأ في الدور الرابع
هنعمل في اول غرزتين تناقص، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو كده اتنين، واخر غرزة هنشتغل فيها تزايد. فالدور الرابع ده كان تكرار للدور التاني اللي احنا اول غرزتين اشتغلنا فيهم تناقص، وبعدين اشتغلنا غرزتين حشو، واخر غرزة عملنا فيها تزايد. هنبدأ في الدور الخامس نرتفع السلسلة ونقلب الشغل. في اول غرزة هنشتغل فيها تزايد، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو، واخر غرزتين من الدور هنشتغل فيهم تناقص. فالدور الخامس ده كان عبارة عن ان احنا اول غرزة اشتغلنا فيها تزايد، وبعدين اشتغلنا غرزتين حشو، وبعدين اشتغلنا تناقص. فالدور الخامس ده كان عبارة عن ايه؟ ان احنا اول حاجة اشتغلنا تزايد، وبعدين غرزتين حشو، وبعدين اخر غرزتين عملنا فيهم تناقص. هنبدأ في الدور السادس، مش تشتغل اول حاجة تناقص، وهنشتغل بعدين غرزتين حشو، واحد اتنين، واخر غرزة هندخل فيها ونشتغل تزايد. اخر غرزة هنشتغل فيها تزايد بالشكل ده. فالدور السادس اشتغلنا اول حاجة تناقص، وبعدين غرزتين حشو، وبعدين تزايد. فبقى عندنا العدد 5 غرز. هنبدأ في الدور السابع هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في اول غرزة هنعمل فيها تزايد، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو، وبعدين هنشتغل تناقص. فالدور السابع ده كان عبارة عن اول غرزة دخلنا فيها وعملنا تزايد، واشتغلنا بعدين غرزتين حشو، واخر غرزة اشتغلنا اخر غرزتين اشتغلنا فيهم تناقص. هنبدأ في الدور الثامن نعمل سلسلة ونقلب الشغل. هنعمل في اول غرزتين تناقص، وبعدين غرزتين حشو، واحد اتنين، واخر غرزة هندخل فيها ونشتغل تزايد. فالدور الثامن ده كان عبارة عن اول غرزتين عملنا فيهم تناقص، وبعدين غرزتين حشو، واخر غرزة اشتغلنا فيها تزايد. هنبدأ في الدور التاسع نرتفع السلسلة ونقلب الشغل. هنعمل في اول غرزتين تناقص، وبعدين هنشتغل نص عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، وبعدين هنشتغل عمود بلفة، وبعدين كمان الغرزة اللي بعدها عمود بلفة. فالدور ده كان عبارة عن ايه؟ ان احنا اول حاجة اشتغلنا تناقص بغرزة الحشو، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزتين نص عمود، تناقص بغرزة الحشو وغرزة نص عمود، وبعدين غرزتين نص عمود. ده شكل الايدين لما هنخلصهم كده. خلاص نعمل سلسلة ونقطع الخيط. دي كده الايدين. فالايدين دول ممكن انتي لو عايزة تعملي اللعبة ديت مجسمة، فممكن تشتغلي الايدين وتخيطيهم كده مع بعض، تحطيهم فوق بعض بالشكل ده، وبعدين تبدأي تقفلي الحواف مع بعض بغرزة الحشو وتحشي فايبر، وتبقى الايد مجسمة. وكمان هتعملي كل حاجة بنفس الطريقة، حتى الجسم دوت هتشتغلي منه قطعة كمان، وتلزقيهم مع بعض وتخيطيهم بغرزة الحشو. وكذلك الرجل اللي هنشتغلها دلوقتي بقى بالنسبة لي اللي عايزين يعملوه مجسم، فهيشتغلوا كل حاجة منها قطعتين، الايد قطعتين والرجل قطعتين والجسم قطعتين برضو والديل كمان. وتلزقيهم مع بعض بغرزة الحشو وتخيطي الحواف. فمش هعمله مجسم، انا هعمله بس قطعة واحدة. فاللي عايزة حابة ان هي تعمله مجسم مش مشكلة خالص، تمشي بنفس الخطوات اللي احنا بنعملها مع بعض، بس بشرط ان هي هتكرر من الايد والجسم والرجل والديل قطعتين علشان تعمله مجسم. دلوقتي هنبدأ نشتغل في الرجل بالشكل ده. هي دي الرجل هنا كده، وبعدين هنبدأ نعمل لها ضوافر باللون الاسود بعد ما نخلص الرجلين.
هنعمل اول حاجة عقدة البداية، وبعدين نشتغل 5 غرز حشو، ده 1 2 3 4 5، وبعدين هندخل في الغرزة التانية في السلسلة التانية ونشتغل غرزة حشو كده، 1 2 3 4، 4 غرز حشو، وبعدين هنرتفع سلسلتين ونقلب الشغل. هندخل في أول غرزة ونعمل فيها غرزة نص عمود وكمان نص عمود تاني كده، 2 3 4، وهنشتغل كل غرز نص عمود كده. الدور التاني هنبدأ في الدور التالت برضو، هنرتفع سلسلتين ونقلب الشغل. هنشتغل في الغرز كلها غرز نص عمود، 2 3 4 كده، الرين كده القطعتين بتوع الرين، وكمان لو انت عايزة تصغريها فممكن تشتغلي الدورين ورا بعض حشو، وبعدين اخر دور تشتغليه نص عمود، مش مشكلة مش هتفرق خالص، فده على حسب انت عايزة ارتفاع الرجل يطلع قد ايه. كده الرجلين خلصناهم. هنا علشان تشوفوا الفرق اشتغلت دورين غرز حشو وبعدين الدور الاخير اشتغلته غرز نص عمود، اما هنا اشتغلت دور واحد بس حشو وبعدين اشتغلت دورين نص عمود، فبيبقى في فرق في الارتفاع ما بين الرجلين. فانتي لو عايزة تعملي الرجل وتبقى الارتفاع بتاعها كبير شوية هتشتغلي دورين نص عمود، ولو مش عايزة تبقى يعني عايزة الرجل تبقى صغيرة فهتعملي دورين حشو وبعدين اخر دور نص عمود. كده نكون خلصنا الرجلين. اللي عايزين برضو يشتغلوا اللعبة مجسمة فهيشتغلوا قطعتين ويحطوهم فوق بعض كده ويقفلوهم بغرز الحشو ويحشوا فايبر من جوه. بعد ما نخلص الخدود هنخيطها بالشكل ده، وبعدين هنعمل العيون ديت. هنعمل دايرة من 6 غرز حشو باللون الاسود، والدايرة اللي بعد هنبدأ في الدور اللي بعده ونشتغل كل غرزة من الستة هنشتغل فيها تزايد، هيبقى العدد عندنا في الاخر 12 غرزة. فهنا 12 كده، دي دايرة. عملنا اول حاجة الدور الاول 6 غرز حشو، وبعدين الدور التاني في كل غرزة اشتغلنا تزايد، وعملنا كمان قطع تاني، وبعدين دخلنا من النص وبدأنا نشتغل خطوط بيضاء بالشكل ده، وفي الآخر عملنا محيط الدايرة علشان نسويهم مع بعض بالشكل ده. وهنا كمان ده نعمل كده تفرعات، ندخل من النص ونطلع ونعمل دايرة بالشكل ده، وبعدين في الآخر نعمل حوالين الخطوط اللي احنا عملناها من جوه علشان تبقى كلها في استقامة واحدة. وبعد كده عملت البق بتاعه بالشكل ده منحنى كده، وخيطت الايدين بالشكل ده كده، هخلي الايدين المنحنى ده مقابل المنحنى ده كمان يعني بالشكل ده. ودلوقتي خلاص احنا خلصنا اللعبة ديت، فاضل بس هنعمل الديل. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الديل. هنبدأ نشتغل في الديل، هنستخدم نفس الإبرة اللي عملنا بيها الجسم، مقاس 2.2، وهنستخدم اول حاجة احنا هنعمل الديل ده عبارة عن قطعتين. قطعة هنشتغلها اول حاجة باللون البني، وهنوصلها بقطعة تانية هنشتغلها باللون الاصفر، ونوصل القطعتين وبعدين نبدأ نشتغل فيهم هما الاتنين مع بعض. فاول حاجة هعمل عورة البداية، هنعمل اول حاجة 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، هنشتغل 8 سلاسل. وبعدين نبدأ نشتغل في السلسلة التانية ونعمل غرز حشو كده، هتبقى 7 غرز حشو، 2
تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وبعدين آخر لما نخلص الدور هنرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وبعدين نقلب الشغل وهنشتغل برضو كل غرز حشو هيبقى 7 غرز في الدور التاني. 3 4 6 في دي كده 7. هنبدأ في الدور التالت برضو هنرتفع سلسلة وبعدين نقلب الشغل وهنشتغل في أول غرزتين هنعمل فيهم تناقص. أول غرزتين هنشتغل فيهم تناقص وبعدين هنكمل الدور لنهايته هنشتغل 5 غرز حشو. 2 3 4 5. فاحنا اول حاجة اشتغلنا تناقص وبعدين اشتغلنا 5 غرز حشو. هنبدأ في الدور الرابع نرتفع سلسلة ونقلب الشغل هنشتغل في اول 3 غرز هنشتغل فيهم غرز منزلقة. هندخل في اول غرزة نعمل غرزة منزلقة كده نحنا ندخل في الغرزة ونلف على الابرة ونطلع من الحلقتين مع بعض ندخل ونلف ونطلع من حلقتين مع بعض. بعد ما نشتغل ال3 غرز كلها منزلقة هنشتغل ال3 غرز اللي بعدهم غرز حشو عادي. دي كده 1 2 3 3 غرز حشو وبعدين نرتفع سلسلة. هنبدأ دلوقتي احنا هنشتغل بس في الجزء اللي بتاع ال3 غرز حشو، اما الجزء اللي بتاع المنزلقة هنا ده مش هنشتغل فيه، هنشتغل بس في ال3 غرز اللي هنا. فهنعمل سلسلة ونقلب الشغل ونشتغل 3 غرز حشو. 1 2 3 في 3 غرز. وبعدين مش هنبدأ نشتغل في الغرز بتاعت المنزلقة، هيبقى عندنا بالشكل ده 3 غرز حشو بس. وبعد كده هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنبدأ دلوقتي نغير اللون للون الأصفر. هندخل في أول غرزة وناخد اللون الأصفر ونحطه كده ونطلع بالغرزة ونكمل الغرزة للآخر. وهنشتغل كمان غرزة تاني بنفس في نفس المكان، يعني هنشتغل في أول غرزة تزايد بس هنغير اللون في بداية الدور. هنعمل تزايد باللون الأصفر نقطع الخيط البني ونربط الفتلتين مع بعض. فاحنا اول حاجة اشتغلنا 3 غرز حشو باللون البني وبعدين قلبنا عملنا سلسلة وقلبنا الشغل اللي احنا قلنا مش هنشتغل في المنطقة اللي بتاعت المنزلقة. عملنا سلسلة وقلبنا الشغل وبعدين دخلنا في اول غرزة وعملنا فيها تزايد. دي غرزة 1 ودي 2 كده تزايد. بعد ما اشتغلنا التزايد هنشتغل في الغرزتين دول هناخد اللون الاصفر معانا. هنشتغل في اللونين دول في الغرزتين دول هنشتغل فيهم تناقص بغرزة الحشو فاحنا دلوقتي اصبح عندنا 3 غرز التزايد 1 2 والتناقص 1 بالشكل ده. كده احنا خلصنا القطعة الاولى هنشتغل عند السلسلة وبعدين خلاص هنقطع الخيط بالشكل ده وكمان هنقطع خيوط تدخيل اللون دي هنقطعها فهتبقى عندنا القطعة الاولى بالشكل ده كده. الاصفر ده هيبقى من هنا وهنبدأ نوصلها مع القطعة التانية
دي القطعة الأولى اشتغلناها، وهنبدأ نوصلها بالقطعة التانية. بعد كده هعمل سلسلة واقطع الخيط وانضف الخيوط الباقية اللي هنا واللي هنا واللي كانت في البداية. هيبقى الدين عندنا بالشكل ده. بعد ما نخلص ال 12 دور هنبدأ دلوقتي نشتغل في المنطقة ديت. فهنبدأ ندخل الإبرة في اول غرزة هنا، هنبدأ ندخلها هنا. احنا هنا انتهينا وعملنا سلسلة وقصينا الشغل ونضفنا بعد كده الخيط. فهنخلي القطعة اللي لونها بالبني على ناحية الشمال، ونبدأ ندخل في الناحية اللي على اليمين، ندخل هنا كده وناخد الخيط نعمله منحنى وندخله في اول غرزة بالشكل ده. طب ده خيط البداية، هنخيطه في الاخر. هنعمل اول حاجة دلوقتي سلسلة عشان نثبت الخيط، وبعدين هندخل في نفس المكان اللي اشتغلنا فيه سلسلة. هنعمل غرزة حشو في نفس المكان اللي فيه سلسلة، هندخل كده في نفس المكان ونعمل غرزة حشو، وناخد طبعا الخيط البداية معانا. نعمل غرزة حشو كده في أول غرزة، وبعدين هنشتغل خمس غرز. دي الأولى ودي كانت التانية، فهنكمل تلاتة أربعة خمسة ستة. دي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ست غرز حشو. هنبدأ دلوقتي نرتفع سلسلة، خلاص مش هنكمل في الجزء اللي هنا، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل ونعيد كمان على الست غرز دول. هنشتغلهم غرز حشو، اتنين تلاتة أربعة خمسة، ودي آخر غرزة كده ستة، ست غرز حشو. فاحنا كده اشتغلنا دورين. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الدور 14، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في أول غرزة هنعمل فيها تزايد، ندخل في أول غرزة ونعمل فيها غرزتين في نفس المكان، نشتغل فيهم تزايد. وبعد كده هنشتغل خمس غرز حشو كلها ورا بعض، اتنين تلاتة أربعة خمسة. فاحنا اشتغلنا في أول غرزة عملنا فيها تزايد، وبعد كده اشتغلنا الخمس غرز كلها غرز حشو. هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنبدأ في الدور 16، هنشتغل ست غرز حشو، واحد هنبدأ في الدور 15 ونشتغل أول غرزتين هنعمل فيهم تناقص، أول غرزتين هنشتغل فيهم تناقص، وبعد كده هنكمل خمس غرز حشو. أول غرزة اشتغلنا فيها تناقص، ده التناقص، وبعد كده كملنا غرز حشو، ده التناقص، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. فأول حاجة اشتغلنا تناقص وبعدين خمس غرز حشو. بقى عندنا في العدد الأخير بقى عندنا كده ست غرز. بعد كده هنعمل 13 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر، 13 سلسلة بالشكل ده. وهنبدأ نشتغل في 13 كلهم غرز حشو، بس هنرتفع سلسلة علشان تبقى ارتفاع لغرز الحشو. وهنشتغل دلوقتي في 13 سلسلة، هنبدأ من السلسلة التانية ونشتغل غرز حشو، بس مش هنشتغل غرز حشو بالعادي، يعني هنشتغل كده. ده العادي دايما احنا بنشتغل كده، لان احنا لو اشتغلنا بالطريقة ديت هيبقى الشغل نازل لتحت بالشكل ده. لو جينا عدلنا الشغل
هيبقى السلاسل شغلها نازل تحت، فعشان كده مش هنشتغل بالطريقة دي. هنفك وهنقلب السلاسل بالشكل ده، هنقلبها كده وهنبدأ نشتغل في السلاسل من ورا. يعني احنا دلوقتي اشتغلنا 13 سلسلة بالشكل ده، هنقلب الشغل كله ونبدأ نشتغل السلاسل من الظهر. لو جينا عدلنا هتبقى ديت اول سلسلة، دي اول سلسلة اللي تحت الابرة على طول، دي اول سلسلة، دي تاني سلسلة اللي احنا هنشتغل فيها. يعني لو قلبنا الشغل هنلاقي ان دي تاني سلسلة هيدخل فيها، ونشتغل غرزة حشو ونكمل ندخل في السلاسل من الظهر كده، ندخل كده ونشتغل غرز حشو لغاية ما نخلص 13 سلسلة. بعد ما عملت 13 غرز حشو في السلاسل اللي هنا، اول حاجة عملت 14 سلسلة علشان ابدأ اشتغل في السلسلة التانية، واعمل 13 غرزة اللي هنا دول بالشكل ده، وقلبت السلاسل طبعا علشان يبقى الشغل معايا طالع فوق. بعد كده هشتغل هنا في الست غرز حشو، هعملها غرز حشو 2 3 4 5 وآخر غرزة 6. كده بقى عندنا هنا 13 وهنا 6 غرز. بعد كده هنبدأ في الدور اللي بعده ونعمله كله غرز حشو، هيبقى العدد عندنا 19 غرزة حشو في الدور ده، 6 هنا و13 غرزة. الدور اللي بعده هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل، هنشتغل في أول غرزة هنعمل فيها تزايد، وبعدين هنشتغل 17 غرزة حشو. يعني الدور ده كان بداية أول غرزة عملنا فيها تزايد، وبعد كده هنشتغل 17 غرزة حشو، هتبقى لنا غرزة واحدة بس هنشتغل فيها تزايد. نهاية الدور هتبقى بالشكل ده، أول غرزة عملنا فيها تزايد، وبعد كده اشتغلنا 17 غرزة حشو، وآخر غرزة عملنا فيها تزايد. فأول غرزة وآخر غرزة تزايد، وما بينهم كل الغرز ديت هنشتغل فيها غرز حشو بس. بعد كده الدور اللي بعده هنشتغله كل غرز حشو، هيبقى العدد عندنا 21 غرزة حشو. الدور اللي بعده هنعمل سلسلة ونقلب الشغل، هنشتغل 20 غرزة حشو. وآخر غرزة هنشتغل فيها تزايد. أول حاجة اشتغلنا 20 غرزة حشو ورا بعض، وآخر غرزة عملنا فيها تزايد، فبقى العدد عندنا 22. هنبدأ في الدور اللي بعده هنشتغل 21 غرزة حشو، بعد كده آخر غرزة هشتغل فيها تزايد. فالدور ده هو أول حاجة اشتغلت 21 غرزة حشو، وبعدين آخر غرزة عملت فيها تزايد، فبقى هنا 21 22 23 غرزة. هبدأ في الدور اللي بعده هشتغله كل غرز حشو، هيبقى العدد عندي برضو ثابت كده 23.
هنبدأ في الدور اللي بعده، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في أول غرزة تزايد، هنشتغل في أول غرزة كده تزايد، وبعد كده هنكمل الدور لنهايته. كل غرز حشو 22 غرزة حشو، فهنعمل 22 والتزايد هيبقى كده في نهاية الدور 24 غرزة حشو. بعد ما خلصت ال 22 غرزة حشو، ايه اول غرزة عملت فيها تزايد، وبعد كده اشتغلت 22 غرزة حشو ورا بعض، فبقى عندنا العدد في الاخر 24 غرزة. هنبدأ في الدور اللي بعده، هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل. هنشتغل في اول غرزة هنعمل فيها تزايد، وبعد كده هنكمل الدور لنهايته بغرز حشو. فهشتغل في اول غرزة هنا كده تزايد، وبعد كده هكمل 23 غرزة حشو مع الاتنين، هيبقى في الاخر 25 غرزة حشو في النهاية. بعد كده هنعمل سلسلة ونقطع الخيط وهنخيطه في الاخر. كده نكون خلصنا الديل، هيبقى بالشكل ده. هنيجي هنا عند البداية، هنطولها شوية علشان لما نيجي نخيطها من ورا نعرف نخيطها، فهنطولها سطرين او ثلاث سطور. هنيجي من هنا كده وندخل في الفراغات اللي ما بين الغرز، الشكل ده، اي فراغ ممكن ندخل فيه. وندخل الخيط البني، بعد كده نعمل سلسلة ونشتغل في نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه. هنشتغل غرزة حشو، بعد كده هندخل في فراغ اللي جنبه ونعمل كمان غرزة حشو، بعد كده كمان الفراغ اللي بعده. فهو تقريبا المكان ده هياخد 3 غرز حشو. بعد كده هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل، هنشتغل على التلاتة دول كمان 3 غرز حشو. بعد كده هنرتفع سلسلة ونقلب الشغل، وكمان هنشتغل 3 غرز حشو. لو شايفين ان الارتفاع ده كده مناسب ان احنا نثبت الديل، فخلاص نقفل على كده ونخيط الديل في الجزم، او ان احنا ممكن نطوله اكتر علشان نخيطه في النص، فتفضلي ترتفعي ادوار لغاية ما توصلي هنا كده، وبعد كده تقفلي وتخيطي الديل في الجزم. بعد كده هخيط الديل في الجزم، وكده اكون خلصت بكاتشو. وان شاء الله تكون الطريقة سهلة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكمان تابعوني على جروب الواتس وهنزل اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. لو عايزين اي لعبة او اي حاجة حابين ان احنا نشرحها في القناة ياريت تحطوا صورتها في الجروب، وانا ان شاء الله هحاول احط لكم او اشرحها لكم في فيديو قريب. وكمان تابعوني على صفحة الفيسبوك، هحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.